مرحبا، يا شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم راح أشوفكم طلبية ثانية من شيئا، إذا تتذكرون ذيك المرة طلبت وشوفتكم الأشياء اللي طلبتها، وهسه طلبت مرة ثانية بس مو يعني ملابس، طلبت إكسسوارات، حذاء، شنطة راح أشوفكم إياها هسه. طبعا أنا ما تحملت وفتحتها الرأسة، فبالبداية حبيت أجرب هذين الأظافر، خليتهن على مود اشوفكم وياهن. هسه راح اشوفكم شنو شكلهن. هذا الباكيت مالتهن ويجن بهالشكل هذا، وياهن طبقة واحدة مال اللواصق، ومبرد صغير، وذن الأظافر. خليتهن اريد اجرب انه استخدمهن كم ساعة بدي اشوف يثبتن او لا، فراح اجربهن واعطيكم رأيي بيهن. شو وصيت بعد؟ وصيت حمرة شيقلام من الموقع الرسمي، يعني مو باللي موجود بالعراق. هذا شكلها. تشوفون اتصور اللي موجودات هنا بالعراق هو تقليد ومو اصليات. فهذا شكلها الحمرة. طبعا الكوالتي مالتها او العلبة يعني حسيتها كلش حلوة. وهذا هنا الرقم مالتها الصور او اسمها. ست اشهر تبقى من تاريخ الفتح. شنو وصيت بعد؟ طبعا الحمرة جميلة بكل معنى الكلمة، مو نفس اللي اني وصيتهن من نادا. شوفون حتى ما تروح يعني. شوفوا يعني بصراحة هاي الحمرة واو، وسعرهن كلش مناسب اذا تشترون من التطبيق مباشرة مو من التطبيقات الموجودة يعني بالعراق، لانه انا وصيت هذاك اليوم وشوفتكم انه مالتهن اتصور مقلد وابد ما حبيتهن. فهسه لحد الان ماشية الامور ويا الاظافر ويا الحمرة. شنو وصيت بعد؟ حبيت اوصي هذين الساعات. تشوفون شلون جميلات، هاي وحدة وهاي الثانية. راح افتحهم هسه وياكم هذين الساعات، بما انه اجى الدوام فمحتاجين ساعات. شوفون العلبة. طبعا انا صايرة عندي حالة انه البس كل ساعات هيش تصير صغيرة. طبعا هاي الساعة تصيح يعني تنادي الخالاتي، خالاتي يحبن هاي النوعية من الساعات. راح اوخر هاي العلامة اللي بيها على مود تشتغل الساعة. واشتغلت محلاها. خلي البسها. شوفون الجمال. خلي يفوت هذا حضرته.
خلي نجرب الساعة الثانية. دقيقة خلنا ننزع هاي الساعة. نخليها هنا. نجيب هاي الساعة الثانية. هاي الساعة الثانية. بس شوفوا لي الجمال. هما تنشغل هاي منا. تشوفون خلين هذي. واشتغلت الساعة. خلنا نلبسها. بصراحة أنا أحس شيئا المنقذ بهاي الأشياء، لأنه أي شيء أنتم حابين ديزاين، أي شيء ببالكم راح تلقوه موجود. شوفوا إيش قد حلوة. هذا نص ساعتين لحد الآن الأمور تمام. خلي اشوفكم الجنطة، لان الساعات هنا نخليهن. خلي نضم الاظافر حتى ما يتطشرن. الأظافر تقريبا بدولارين، يعني هن والشحن مالتهن يصيرن بخمسة. مو الشحن، هو أضافة على القطعة، تقريبا خمسة ستة سبعة هيجي، يعني بهذا السعر. خل نجي للجنطة. هاي الجنطة طبعا أنا اختاريتها شوية كبيرة. خلي أسوي هاي من نوع حتى اشوفكم اياها عدل. هاي شكلها الجنطة، بيها منه هيجي تنشال يعني، ومنه الجيب الرئيسي صار من الظهر. شوفوا هنا اكو جيب، هنا هذا حزام يتعلق هنا، وبيها ذني منه ومنه، فتشي كلش حلو. ومنه اكو همات جيوب. ومنه همات اكو. شوفوا من الجانبين اكو جيوب. طبعا اكو هنا همات بعد، ما ادري اذا تشوفوا واضح يمكم او لا، هذني همات هنا. وهنا يعني واسعة، تقدرون تخلون بيها دفاتير كتب. انا اختاريتها على هذا الاساس. طلبت بعد، طلبت تكرمون واجلكم الله بوتين. خلينا فتحة سوية. الميزة الحلوة بالبوتينات ناشئا يكونن خفيفات كلش، يعني ريشة، يعني هذا ما تحسون حتى بي، يعني حذاء من جابه للطلبية ظليت ادور وين الثقل، ماكو ثقل، يعني ادور على ثقل الحذاء. ريشة، فمثل ما تشوفون، شوفوا شلون مريح.
هذا هو الحذاء او البوتيه الرياضي. والحمد لله هاي الطلبية كانت موفقة، مو مثل الباقيات، أشياء حلوة وعملية، والحمد لله ارتاحت، يعني كله مضبوط وكله تمام. فإذا عجبكم الفيديو اشتركونا هسه بالقناة ودوسونا على اللايك، ومع السلامة.